طاعتك، اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك. جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا حبيبنا يا الله، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاة مناجاتك. اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة. ياسر بن راشد الدوسري. يا من يعز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا حبيبنا يا الله اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاة مناجاتك اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة ياسر بن راشد الدوسري يا من يعز من يشاء ويذل